ما بنصدق انه يجي الخريف لحتى نشوف شويه غيوم، لانه هالغيوم بدهم يعطونا الشتوات اللي نحن ناطرينهم، انما هالغيوم اشكال والوان كثيره واحجام رح نحكي عنها بشكل مفصل بالحلو بلبنان. بدي رحب بضيفنا المهندس عبد الرحمن الزواوي، رئيس دائرة التقديرات بمصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بس هلأ بالصيفية بيمرق له غيمة غيمتين بس ما حدا بيحس فيهم، زوار كتير خفاف من هالفصل ورايح منصير أكثر منشوفهم من أبيض بلشنا. وأسود وهيك وأشكال مختلفة، ساعة معبئين على بعضهم ساعة إلى آخره. هلأ نحن اللي نتذكره من الغيوم يلي تعلمناه شوي بالمدرسة، سيريوس وستراتوس ونامبوس وكل هدول، ما هيك كوميلوس وكوميلو نامبوس وكوميلو، يعني كل هدول الاخبار بس ما كنا فعليا نعرف ليه. اليوم بدنا نجرب قد ما فينا نوضح هالامور، نقول ليش بنشوف غيوم، منين تجي الغيوم، وليش الالوان والاشكال بتختلف شوي اكثر عن غيرها. اوكي. الغيمه اول شيء هو حقيقه فينا نسميها مخلوق عجيب، هو هيك هذا التعبير الحقيقي، ونحن كل حياتنا العمليه بالارصاد الجويه عايشين معهم، من عددهم من اساميهم. الاسامي اول شيء، ليش الاسامي؟ الاسامي لان هي بتعمل صعبين بس هو كوداج حتى نقدر نحن كمان ريفرنس، بس اذا الغيمه الفلانيه اجت شو بدنا نقول له شكلها مثل الارمبيطه او شكلها مثل، نعرف انه هاي الغيمه اسمها كيمولوس. التسميات هي مهمه كثير للكوداج للطيران، لنعرف اي غيمه فيها تربلوس اكثر، اي غيمه فيها كهرباء اكثر، اي غيمه بسيطه خفيفه، في غيوم ضبابيه بتكون كثيفه من جوا. كل هالتسميات والهدف منها نساعد حالنا أكيد. بمتابعه احوال الطقس. اكيد. هلا الغيمه مثل ما قلنا مخلوق، لانه هو شغله اذا بنفكر فيها مزبوط بدها تفكير كثير. الغيمه هي مؤلفه من جوتلات دو، يعني فيها نقط مي كثير صغيره وعلى مسافه كبيره. يعني الغيمه اللي هي الكوميلوس، اذا اخذنا الكوميلوس اللي هن اكثر شيء بنشوفهم بلبنان، غيوم بيض وشكلهم مثل الارمبيطه. هيدي للمرسمون تعودنا عليها، بالضبط من تحت بلات ومن فوق هيك عامله. هاي الغيمه اكثر شيء بنرسمها مزبوط بالرسمات اللي بنرسمها بالهون صغار. هاي الغيمه فيها جوتلات دو، كميه كبيره من نقط المي بعض عن بعضهم، ما بيوقعوا لانه نقط المي كثير خفيفه بالنسبه للهواء، بس في كميه كبيره، يعني كيلومتر عرض كيلومتر ارتفاع بيطلع عدد او وزنها تقريبا 500 طن. هالغيمه الصغيره اللي بنشوفها هنا اذا بنوقف تحتها حنشوفها معتمه، اذا بنوقف فوق بالطياره حنشوفها مضويه، وحنقول هالغيمه الصغيره اللي هي مثل القطن. لا هي مش مثل القطن، هي فيها كميه مي، اذا جمعناهم كل هالنقط المي اذا شاءت الظروف صار في عاصفه واجتمعوا وزنهم هدول كلهم 500 طن، يعني تقريبا 100 فيل بكل غيمه. 100 فيل بكل غيمة؟ أيه. هول عم يتمشوا فوق راسنا. فوق راسنا. ما تخبرنا بس ما بينزلوا لأنه هن نقط صغيرة وبعض عن بعضهم. هلا لما يكتروا وصير في كثافة بالفابور دو أو بكمية المطر بتجمعوا أكثر بصير نقط كبيرة، لما تصير نقطة كبيرة بتنزل بينزلوا نقطة نقطة، الحمد لله ما عم ينزلوا دفعة واحدة. لا أكيد الحمد لله. اللي صار بالآثار هارفي بأمريكا تقريبا مليارات الأطنان من المي نزلت بوقت سريع كتير، مشان هيك صار في عندهم فيضانات. صح. هيدي هي الغيمة بشكل عام، هي مثل ما قلنا هالنقط المي اللي مجمعة بالجو. ليش مجمعة بالجو؟ أول شيء لأنه نحن عنا تبخر، نحن عنا مية البحر حدنا وعنا رطوبة، بيصير في عنا تبخر للمياه، بتطلع لما تطلع بالجو بتبرد، لما تبرد الفابوردو أو بخار الماء بتحول لنقطة مي، نقطة مي بعيدة عن رفقاتها، بضلوا كل وحدة لحالهم ما بيتجمعوا، مشان هيك ما بينزلوا كلهم سوا. لما يتجمعوا مثل ما قلنا بينزلوا. هلا في عده عوامل كمان تكون الغيوم، في الغيوم بتتكون على الجبال، لما الهواء البحر يجي ويطلع على الجبل بلبنان هي واضحه كثير، بنطلع دائما على الجبل بنلاقي على الساحل ما في غيوم، على الجبل بنلاقي في غيوم اكثر لانه هالهواء اللي عم يطلع على الجبل عم يتسلق الجبل رطب، لما يطلع شوي شوي بيبرد، لما يبرد بيعمل كوندنساسيون بيتجمعوا هالنقط المي جديد وبشكله غيمه. كل مجموعه 5 مليار نقطه مي قاعدين عاملين غيمه لحالهم، شيء اللي شكله هيك، شيء اللي شكله مسطح، من هون تيجي التسميات. وكل شكل هو ناتج عن حركه معينه للهواء، وهو بدليل انه جاي علينا موجه او مش جاي علينا موجه، او هيدي نهايه موجه ثانيه. صحيح. طيب هلا سؤال كمان، انه ليش يعني بفصل الشتاء هالقد دغري، يعني بتحس انه كثير على بتنزل الحراره ف رح نشوفهم اكثر للغيوم، يعني عم بيتكونوا قدامنا وبصيروا طبعاً لحق كل هيدي الامور، ما بقى عم نشوف شكل هون ساعتها، عم نشوف بتصير مساحات كثيره. صحيح. ما عرفنا نشوف الشكل الا اذا طلعنا فوق الغيوم او اذا انفصلنا. انتو هيدي ساعتها بتعرف. ايه بس انه طبعا احنا بالنسبه لنا على الارض حنشوف غيوم. ايه. شيء مساحات كثير كبيره. ايه هلا الناس ما بتلاحظ، انه بعض الاحيان هي ليس مثل الشرشف.
بعض الاحيان هي مثل القرنبيطه، بعض الاحيان هي مثل سندان تبع الحداد، يعني هاي الاشكال نحن بتدل. ليش اوقات بنشوفها كثير غامقه هيك على رمادي اسود، اوقات بنقول هيدا، اوقات بنشوفها ابيض؟ هيدا له علاقه، له علاقه بالغيمه من جوا، قد كثافه نقط المي اللي فيها، وله علاقه كمان بالطبقات. الناس العادي بيقولوا انه يعني هلا حقول لك وما بعرف شو التفاصيل، انه الغيمه البيضاء هلا بتكون مثلا على الجبل عم بتنزل ثلج، هيك نحن من بتفكيرنا. الغيمه السوداء هيدا حامله اكثر رعد وبرق والى اخره، بتحس انه وقت اللي بترعد وبتبرق كثير بتحس الغيوم صاروا كثير سود. هي هل طريقه التفكير مش غلط، هي الناتجه عن اوبزرفاسيون، عن رؤيه. الناس بتراقب كثير، خاصه المزارعين بالبقاع او الناس اللي عايشين بالجبل اللي عندهم دائما مساحات يقدروا يراقبوا، ملاحظاتهم مزبوطه. في كثير غيوم بالبقاع، اوقات بتشوف ناس نحن بنعرفهم بزحلي بيراقبوا الطقس، خبرونا انه في غيوم بيضاء بتجي، هي الاتوستراتوس اسمها، هيدي بيكون الجو رايق، فجأة بصير تهرهر ثلج، هيدي غيمة متلينة اصلا نقط ثلج، وبتجمعوا شوي شوي لما يبرد الدنيا، لما تبرد الدنيا بصير كونسنتراسيون اكثر واكثر، مشان هيك بصيروا ينزلوا. هلا بالصيفية ما بتشوفيهم لانه متبخرين، هن مخار مي، هذا الفرق بين الصيفية ولا بتصير غامقة وسوداء أكثر؟ غامقة وسوداء لأنه في كثافة، في يعني لأنه مكدس، يعني عندنا الغيوم الكيومينامبيوس حنحكي عنهم بعد شوي، هذه غيوم من تحت لفوق مسكرة السما كلها وما بنشوف الشمس صح. وهي هالمساحات كلها بتكون البرق والرعد. هلا هي اول شيء حكينا عن تسميه الغيوم، قلنا انه بتتسمى لانه هي نوع من الريفرنس للمقارنات بيناتهم، لنعرف كل وحده دليل اي موجه او دليل نهايه موجه. بنلاحظ بهالصوره هيدي في عندنا طبقات الغيوم واسامي الغيوم، اللي هن نحن الغيوم هن اربع عائلات من الغيوم، الغيوم الغيوم المرتفعه اللي هي بنلاحظ هي سيروس وسيروس ستراتوس وسيروس كوميولوس اللي هن موجودين فوق، وهن مؤلفين من خيوط اجمالا من النقط، مش المي هون نقط الثلج بس كمان بعض عن بعضهم ما بيوقعوا. الغيوم المتوسطه اللي هي التوستراتوس والتوكوميولوس، هلا اول شيء هقول لكم ليش السيروس، السيروس هي من الكلمه اللاتينيه يعني هي خيوط، هيك تسمت بالاول بالقرن الثامن عشر وبقوا على التسميات. الالتو اللي هن متوسطين، هن كمان التو يعني متوسط باللاتيني، هن الالتو كوميولوس التوستراتوس هن متوسطين، هدول ناتجين اجمالا بنشوفهم لما يكون جاي علينا موجه، يعني بيكون في موجه بتركيا او بقبرص ببلشوا يبينوا عندنا، بنعرف نحن انه واصله لعنا، هيدي كاوبزرفاسيون. في عندنا الغيوم المنخفضه اللي هي ستراتوس ستراتو كوميولوس اللي هي مثل الضباب بس عالي شوي، يعني الضباب لما يكون عندنا هو غيمه بدنا هي الضباب. بعض البيوت بالجبل بيقولوا لنا انه الغيمه بتفوت من عندهم من برندة المطبخ، بتظهر من برندة الصالون، لانه هن الارتفاع اللي موجودين فيه هو ارتفاع غيوم بس بالنسبه لهم ضباب، بس هن غيوم هدول. وفي عندنا كمان الغيوم الاكستنسيون فيرتيكال يعني بتطلع كثير من اللي حكينا عنها بالاوراد، هي كوميولونامبيوس وفي الكوميولوس، هذا هي عائلات الغيوم اجمالا هدول هن. هلا حنشوفهم وحده وحده. اوكي، بعد سؤال، بيقولوا انه بتسافر الغيمه يعني بتنقل مع الهواء والى اخره، قديش حياتها يعني قد فيها تروح مسافات بدون ما تتعرض الى، او حسب وين بتكون مارقه او كيف؟ هلا هو اجمالا الغيمه حتى نفهمها مضبوط هي نقطه بالاتموسفير فيها نقط مي وفيها كم شروط لتتكون فيها الغيمه، يعني انا فوق راسي مثلا الضغط الجوي هالقد والحراره هالقد، الهواء عم يتحرك ويمشي وفي بقلبه فابور دو، في بقلبه هواء وكل انواع الماتريال الموجوده فيه. لما توصل فوق راسي عم تتحول لغيمه، بعدين مش هي الغيمه عم تزيح، هو الهواء اللي عم يزيح فوقي بياخذ هالشكل هيدا، فوق مطرح ثاني مثلا بياخذ شكل ثاني. اي هلا اذا كانت الهواء قوي وسريع اكيد الغيمه بتتحرك لسوا، لانه اصلا الكتل الهوائيه الموجوده فوق راسي هي كلها مثل بعضها نفس التكون، بس بشكل عام اذا كنا بجو رايق هي مش الغيمه اللي عم تتحرك، هي الهواء اللي عم يتحرك، بس انه سرعه الهواء او كونتينيو تاعه تغير حتى طار راسها طار كعبها. بتتغير شكله الى اخره. هلا هون فرجينا الارتفاعات، بنلاحظ الارتفاعات من تقريبا من 500 متر لحد 13 كيلومتر حتى ارتفاع الغيوم. في غيوم مثل النامبو ستراتوس فيها مي كثير، منها مؤذيه ما فيها برق ورعد بس فيها مي كثير، هيدي تقريبا 5 كيلومتر الابسور تاعتها. اي يعني الطياره بدها تتحاول اجمالا تزيح عن هالغيوم، مسافه مش هينه 5 كيلومتر تطلع وتنزل. والكوميولونامبيوس اللي هي الغيمه الاسوء بالنسبه للطيران اللي هي فيها برق ورعد وفيها تربوس، اجمالا الطيار مش لازم يفوت فيها، يعني هيدي الغيوم اجمالا بتكون على ارض المطار باخر الهبوط تاعه او بحاول يلاقي فتحه بقلبها غيمه عم تكون عم تعمل تزيح من جهه لجهه بيمرق فيها. هيدي الغيوم اجمالا مأزية طبعا مأزية. يعني في حالات الغيوم
الطيران سقط من سبب الغيوم هيدي اكيد في عندهم مشاكل تانية بيكون هاي الغيمه مش ناقصهم كمان هاي الغيمه تجيهم بتاذيهم هلا هيدي حالات نادره كثير حالات نادره واليوم الطيارات عم بتصير مجهزه اكثر طبعا هن عم يواجهوا المشاكل تدريجيا وكمان في عندنا مشكله التغير المناخي كمان هالنوع من الغيوم عم تقسى اكثر يعني كله لاحق بعضه كمان بالنسبه لل طالما في انستابيليتي وفوارق حراريه بين تحت وفوق طالما هالغيمه بتكون اقوى بتصير تتشكل اكثر بتصير تكون اقسى من الداخل صحيح هلا كل حال حنشرح بالاخر شيء عنا كيف تكون اذا عندنا وقت هذا اول شيء لما قلنا الغيوم السيروس اللي هن غيوم كثير حلوين اجمالا شكلهم مثل الخيوط مثل الريشه هدول فيهم كريستودو جلاس واجمالا هن بيشتوا بس ما بتوصلش على الارض يعني اذا طلعنا لعندهم ممكن تشتي علينا نحن فوق خفيف بس تا يوصلوا بتكون تبخرت بالضبط كثير عاليه وحرارتهم كثير واطي بالناقص 50 درجه اجمالا السيروس ستراتوس هو الغيوم من نوع السيروس بس هني مثل وشاح ترانسبارون موجود على عالي اجمالا بنلاحظه دائما لما نلاقي هالدويره اذا كانت الشمس وراء بيكون ما بيكون مخبيه بس بيكون ضعفها وبتعمل مثل دويره الشمس او القمر هذا السيروس ستراتوس يعني هن انديكاسيون نعرف انه هذا هو السيروس ستراتوس في اشكال مش معقوله حلوه بس يعني ايه اشكال كثير حلوه اذا نحن عندنا وقت نراقب الاشكال واذا بنعرف اساميهم هالشيء كمان بضيف حماس اكثر مش هنقول نحفظهم بس انه سيرو ستراتوس كمان هذا اغمق شوي من هيداكي كمان هذا عالي هو اسمك هذا تقريبا بضل مبين الشمس ما بيعمل هالالون موجود هو كمان شكله فيلمون يعني كمان هن من الريش او من الخيوط بس قريبين لبعضهم اكثر وهذا كمان ناتج عن كمان قدوم منخفض جوي بس بعده بعيد الامد يعني هن الغيوم كمان انديكاسيون لقلنا انه قديش بعدها مطوله او مش مطوله بعض الاحيان بلبنان لانه صغير بنشوف هيك نوع من الغيوم ما بنشوف شيء وراه لانه بيكون مرق مثلا على شمال سوريا او مرق على قبرص المنخفض الجوي اوكي السيرو كوميولوس هن مثل الكوميولوس بس كثير عاليين وموجودين ملزقين بعضهم بشكل فامي يعني عيال كانه مع بعض عم تتحرك بشكل اندبندنت عن رفقاتهم هيدا بلبنان اجمالا كثير بنشوف منهم صح هيدا السما لبنان كثير بنشوف منهم هدول وهدول كمان اجمالا بكون بدلوا على شيء انه في تغيير بالطقس غيمه الالتوستراتوس والالتوكوميولوس هيدا هون انه المنخفض الجوي قرب يعني بس نشوف هدول الغيوم اللي هن ارتفاعهم من 2000 ل 6000 متر هاد بكون انه المنخفض الجوي صار قريب الجبهه الساخنه بسميها بالاول يعني الهواء الساخن اجمالا بيكون مدفوش من الهواء البارد وبصير يطلع بالعالي بصير يكون هالغيوم هيدي شوي شوي يوصل الهواء البارد كله ببطل يبينوا هدول بصير يبينوا هدوليك اللي بيشتوا عظيم الالتو ستراتوس هي صوره ثانيه على اساس نفرجي انه بالالتو ستراتوس كمان بطبقات الجو اذا كنا بقلب الطياره لما الطياره تنزل او تطلع بنلاحظ انه ننتقل من طبقه لطبقه الالتو ستراتوس يعني هي مثل شو بقول تسطيح مسطحين يعني غيوم مسطحه ما لنا غيوم هيك عامله مثل تكتلات لا هي مسطحه وفيها طبقات. من ايه بنطلع بفراغ بعدين بنطلع الطبقه الثانيه حسب الحراره الالتو كوميولوس هن الكوميولوس اللي شفناهم بالاول اللي بنشوفهم بعدين سوري بس الكوميولوس بتعرفيها شو هي الصغيره اللي حكينا عنها اللي وزنها 500 طن هي الصغيره هدول الاف منهم مجمعين بيكونوا بس على طبقه متوسطه لانها مثل 3000 4000 متر تقريبا وهن اجمالا ممكن يقطعوا فتره قدامنا وما ياثروا علينا بشيء يعني لا بالتوربلوس ولا من ناحيه الشتاء بالنسبه لنا يعني بالنسبه لهوليك هول ماشي عم نلعب بس هي الفكره انه بيبقوا يعني الشكل تبعهم منظمين صحيح لانه بكون حركه الهواء بهالمطرح هيدا هي عم تؤدي لهالتكون هيدا مثل ما قلنا الكونديسيون موجوده بهالطبقه هيدا بتسمح يتكونوا وما في شيء عم يتغير عليهم وبهالمجمل بهالطبقات هيدي من الهواء ما في تاثير للتلوث في تاثير للناس يعني هن عايشين على راحتهم بالضبط على الاخر احنا بعد عنا دقيقه بس شو فينا بس احنا حنشتغل بسرعه الغيوم المنخفضه عن البحر عن الارض اللي هي ستراتوس اللي هي فيها كثير مي وهيدي اجمالا بتتكون بالشتاء ما بنلاحظ شو في فوقها لانه هي اول شيء بنشوفه مسكره على الباقي مسكره الدنيا هي اذا نزلت شوي بصير الضباب ستراتوس هي صوره ثانيه هاي الكوميولوس دو بوتون مثل اللي حكينا عنها هي اللي وزنها 100 فيل هيدي اجمالا صغيره هيدي بكون مبسوطين فيها كثير بس الحمد لله ما عم يتجمعوا الميات على بعضهم وينزلوا هاي اجمالا بتيجي بعد العاصفه اللي حنوصل نروح دغري لهي بيروت هيدي ستراتو كوميولوس ببيروت حابه نقول انه هالشيء موجود عندنا هذا كمان كان في جاي منخفض جو المره الماضيه تكونت قبلها بيوم هيدي اوكي هذا النامبوس ستراتوس فيه مي كثير مثل ما قلنا النامبوس هو باللاتيني مي كميه مي كبيره هيدي غيمه فيها كثير مي 5 كيلومتر الابيسور تاعيتها ما فيها برق ورعد هلا الكوميولونامبوس اللي هو الغيوم اللي بتاذي طيران هيدي بتشكل بهالشكل هيدا بالاول بتطلع من تحت لفوق على راسها بتعمل مثل الريش ومثل السندان تاع الحداد هيك بتعمل هيك
وهيدي بتكبر كثير، مساحتها كثير كبيره يعني فينا نقول بيروت كلها تحت مثلا كوب النابلس وحده. اي ممكن هيك، وبتزيح من الشمال للجنوب. هيدي الصوره الثانيه فيها البرق والرعد، هيدي مخاطر للطيران اكثر شيء، وفيها كهرباء كثير. بفرجيكم الصوره لها، هيدي حركه، هيدي حركتها بقلبها، وبنشوف الشارج اللي بيناتهم، هن بكونوا البرق والرعد، بوزيتيف فوق نيجاتيف تحت، بتعمل هالشرقوطه بتطلع البرق والرعد. يلي لازم ينتبهوا منها بالضبط. يعطيك الف عافيه، ميرسي لك. نحن ناطرين الغيمات، ناطرين الشتوات، بس ما بدنا ننقيهم للغيمات، مش يا ريت بدنا ننقيهم بس نامو ستراتوس يعني، بس مي بدون رعد، مي بدون شيء. ميرسي، اهلا وسهلا فيك معنا باستديو عالم الصباح. كم من مره بناخذ بريك وبنرجع بنتابع.